لا شك بأنه مرحلة 14 آذار عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني محطة سياسية في لبنان تاريخية ومفصلية لجهة الموقف الذي يعني عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقيادة تلك اللحظة السياسية اللي شكلت منعطف أساسي لأن يكون الشعب اللبناني أو يستند إليها الشعب اللبناني بالتعبير عن موقفه، عن رأيه، عن رفضه للواقع الذي كان قائما والتطلع ل يعني مرحلة مختلفة في لبنان عما سادت قبل 15 عام. وبالتالي في تلك المرحلة كان هناك رجالات قادوا هذه اللحظة، في مقدمتهم رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط، الذي لولا التقاطه لهذه اللحظة وقيادته لهذه اللحظة لما تحقق شيء فيما بعد. وهنا يعني طبعا يفاجئك بعض الإعلام الذي يوثق لمراحل سياسية معينة بأن يعني يتغافل أو يتناسى أو يتجاهل عن قصد أو غير قصد، لكن النتيجة واحدة في كل الأحوال. هذا الدور الطليعي وهذا الدور القيادي في تلك المرحلة للرئيس وليد جنبلاط، للحزب التقدم الاشتراكي ولجماهير الحزب التقدم الاشتراكي وللجبل بمساندة بالوقوف في تلك اللحظة وب يعني تشكيل العمود الفقري لثورة 14 أذار، وبالتالي تكوين القاعدة المتينة والثابتة لكل الفريق السياسي الذي يعني تشكل في تلك المرحلة. هذا لا يلغي على الإطلاق بأن قيادة الحلم في تلك المرحلة كانت وسيبقى يذكرها التاريخ هي للرئيس وليد جنبلاط، للحزب التقدم الاشتراكي، لجماهير الحزب التقدم الاشتراكي مع مختلف الشرائح من المكونات حتى لا نغفل أدوار الآخرين، لكن نتحدث عن نقطة محددة هنا هي قيادة اللحظة، لأنه لولا قيادة تلك اللحظة ربما كان انهار كل شيء من هذه الخطوات التي تحققت لاحقا، كان انهار كل شيء مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لبنان لا يحتاج إلا إلى تلك الأفكار وإلى ذلك المشروع الذي يعني تجسد بالبرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية، من إلغاء الطائفية السياسية إلى كل ما طرح على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى المؤسسات، لأنه كل التجارب، كل فترة يعني ما تلت اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط، كل المراحل السياسية في لبنان يثبت أكثر وأكثر بالواقع، بالمعطيات، بالنتائج التي نراها على مختلف المستويات، بأنه لا حل في لبنان إلا بنظام سياسي قائم على أساس المواطنة، قائم على أساس المؤسسات، قائم على أساس القانون والدستور، في ظل نظام سياسي غير طائفي. في ذكراه اليوم في 16 أذار يثبت أنه لازال حيا بما طرح من مشروع سياسي، أنه لازال حيا برؤيته السياسية للبنان، أنه مازال حيا برفضه للواقع القائم والنظام السياسي الذي كان قائما وتوقع بأنه ولاد أزمات، طالما هذا النظام مستمر سيبقى ولادا للأزمات، وهذا ما نعيشه كل يوم. الهدف الأساسي من الزيارة هو يعني التواصل مع القيادة الكويتية الجديدة نسبيا، لأنه من 3 سنوات تقريبا إلى الآن كان سبب الكورونا وغيره الأمور يعني ما كانت ميسرة للتواصل المباشر، وبالتالي تثبيت استمرار العلاقة مع القيادة الكويتية ما بين الرئيس وليد جنبلاط والقيادة الكويتية. هذا من جانب. الجانب الثاني التأكيد على العلاقة الأخوية مع دولة الكويت وشعب الكويت كلبنان كدولة ولبنان
كشعب ولمسنا بطبيعة الحال كل الحرص من القيادة الكويتية وكل الاهتمام بالوضع اللبناني لجهة يعني ضرورة إعادة التعافي على مستوى لبنان كدولة، وبالتالي انعكاس ذلك على مستوى الشعب اللبناني. لكن لا شك بأنه تلمس من القيادة ومن الشعب الكويتي كل الحب للبنان وللبنانيين، ولمسنا هذا الأمر برعايتهم الاستثنائية لزيارة الرئيس وليد جنبلاط. واضح بأن هناك يعني ترقب لمرحلة ما بعد الاتفاق الإيراني السعودي في الصين. طبعا هذا الأمر واضح أنه سيترك ارتياحا أو ترك ارتياحا على مستوى المنطقة، لكن الأمور تحتاج إلى وقت كي يعني يرى مسار هذا الاتفاق، يرى مساره العملي وبالتالي نتائجه. الكويت حاضرة دائما كما عبروا بشكل واضح إلى أن تكون إلى جانب لبنان، لكن أيضا مطلوب من لبنان أن يكون إلى جانب نفسه كما قلت جدول أعمال داخلي علينا أن نسرع فيه بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية. هناك تشجيع على أن ينجز اللبنانيين فيما بينهم استحقاق الرئاسي، ولا شك بأنهم داعمين لأي مبادرة من هذا النوع على المستوى اللبناني، لأنها تسرع يعني اتفاق اللبنانيين على رئيس فيما بينهم وإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية. وبطبيعة الحال عبر يعني التعبير كان كتير واضح بأنه ما يتفق عليه اللبنانيون نحن نتعاطى معه ونتعامل معه. حركة الرئيس وليد جنبلاط بهذا الاتجاه مستمرة ولم تتوقف. المنطق الذي طرحه منذ انطلاق المبادرة لازال متمسك فيه ومقتنع فيه لجهة يعني تسوية الانتخاب رئيس توافقي وإصلاحي، بالإضافة للأسماء التي طرحها الثلاثة، قائد الجيش أستاذ جهاد أزعور، أستاذ صلاح حنين، أيضا أستاذ شبلي ملاط، أستاذ مي ريحاني، وغيرها من الأسماء منفتح على طرحها. هذه الحركة بطبيعة الحال مستمرة بالمرحلة اللي جاية، وإذا كانت تحتاج لأي يعني تزخيم بهذا الاتجاه وضمن هذا المنطق، فبطبيعة الحال هذا الأمر طبيعي أن يحصل بالمرحلة المقبلة. بطبيعة الحال لمسنا إلى جانب الحرص الكبير على تعافي لبنان يعني من أزماته وضرورة انتخاب رئيس وانتظام الأمور، حرص كبير على يعني الطائف في لبنان، على وحدة لبنان وعلى استقراره، لأنه هذا أساس أيضا وركيزة يعني مهمة جدا وصلبة لإعادة أيضا تعافيه في مختلف الجوانب الأخرى.